خلينا نقول الحدث هو جزء من فعاليات مهرجان البحر الأحمر للأحداث السياحية والرياضية، بالغرض منه تنشيط السياحة في المناطق الجميلة اللي بتمتع بها البحر الأحمر زي الغردقة والجونة المحافظة وكل الحاجات اللي حواليها بتمتع بصحراء ممتازة. الاستعراض النهاردة هو شو عائلي يعتبر، بالموتوسيكلات درجات النارية تقدر العيلة كاملة بكل أفرادها إن هي تيجي تتفرج وتستمتع في جو كويس جدا. وفي نفس الوقت بنوجه طاقات الشباب إن ممكن بدل ما يلعب بالموتوسيكل في الشارع ويبقى حاجات كلها خطر، إن هو يقدر يعمل الكلام ده كله في جو آمن جدا ليه، ويبقى وصله فيه إن هو للاحترافية أكتر. رياضة السيارات ودرجات النارية الناس كلها فاكرة إن هي رياضة خطرة، هي فعلا هي رياضة خطرة، بس وسائل الأمان اللي فيها عالية جدا. كل الموتوسيكلات ودرجات النارية بالمحيط بتاع الأرينا كاملة اللي بتعمل فيها الاستعراض كلها مؤمنة، كلها ليها قواعد سلامة طبقا للكود بتاع الاتحاد الدولي للدرجات النارية، وبرضه في العربيات طبقا للكود بتاع الأمان للاتحاد الدولي للسيارات. الأرينا كلها مؤمنة طبيا وضد كل الأخطار بتاعة الحريق. الفريق الطبي اللي موجود عندنا من أعلى الفرق اللي موجودة في الشرق الأوسط، واخدين دورات تدريبية في الاتحادات الدولية على إصابات الحوادث بتاعة الموتور سبورت. فبالنسبة لنا هي الحادثة طبيعي ان هي تحصل، انما التدخل السريع وان انت تلحق الحادثه قبل ما تحصل اي مضاعفات هو ده اللي بيخليها جو امن جدا.